بسم الله. وسع شوية بس عشان جنة عشان وحوش وش ونص ده رجال تسلم لي بقى يعني ايه وش تاني سريع كده بص شوية ورنيش حطيت عليهم ايه بق تنر خفيف قوي نبدا بقى نشيل الورق ده عشان نسيح بتنر المرمات او التنر الفرن بصوا هنا في لزقة مقلوبة دي لزقة مقلوبة ماشي بص هنا السوكة بص معمولة ازاي تسلم ايديكم طبعا ده واخد بالك شرب بلك الحاجة دي البلك صح مسدس كده مش بحاجة تانية المسدس هيديك هيغزلك الشغلانة ويديك البنطة عشان ان شاء الله لما تشيل اللزقة هنا يكون الشكل الحباية هنا نفس الحباية اللي على الرفرف ده التنر فيد اوت ونسيح ده التنر التسيح او تنر فرن تنر فرن عادي اي حاجة مش هتفرق يعني الحرف دوت هنا هنا في حرفة برضو وهنا في حرف نوسع كده وهنا بص اللزقة ديت اللزقة المقلوبة بص لزقة مقلوبة اهي بص طرفها عامل ازاي ومن هنا نفس الكلام من على السوكة بالظبط يعني حتى هنا جاي عفرت لون عادي مفيش مش مشكلة اللون بتاعك الحمد لله تمام وهي ادام على السوكة يعني نشوف السوكة مع بعض بص بسم الله بص هنا السوكة اهي دوسرة اهي ما تخافش ان شاء الله كده مفيش اي حاجة
يعني هنا كده نسيحها، وهنا برضك كده في لزقه مقلوبه اهي، بص نشيلها كده، كل ده لزق مقلوب. بص يا بص، هنا وهنا نفس الكلام يا بص. بص سينار على السوكه بالظبط كده اهو. بص هنا الحمد لله، بص كده السوكه تمام، مفيش اي حاجه بفضل الله زي الفل. وهنا دي برده كل لزق دون كده نشيله كده، دي لزقه مقلوبه لو ناخد بالنا. بصوا بصوا شايفين بس كده، والحرف ده هنا كده يتلمع والامور الحمد لله تمام. تسلم ايديكم. يعني الحركات دي نحاول ايه العربيه ما يكونش فيها روائح او حاجه عشان ما تعملكش سيليكون بره الزفاره وكلام من ده، وتكون منتبه للكلام ده، كان ربنا يسترها. يعني هنا ادي شكل الورنيش اهو الحمد لله. الشكل ده مشروع رجاله، يعني بيكون فيه اللي هي، نيجي نبص على القطعه الثانيه الاصليه. طبعا ده المشمع المغطي بالمشمع تماما، تامن نفسك العربيه عشان ما تعفرش حاجه. عشان بص اصلا هي بتنزل ايه، بص ناخد بالنا من البنطه، واخدين بالكم هو شكل الورنيش كده عشان ما حدش يفتكر ان ده ايه، واخدين بالكم الشكل اصلا عامل ازاي. انت بتمشي زي الشكل دوت، هي باينه فهي سايحه وحلوه كل حاجه، بس بان في الكاميرا ان في او هي ما فيش حاجه بتيجي ازازه مرايه. على فكره ما شفناش موديل بينزل ازازه بمعنى ازازه، لازم يكون في شكل الورنيش اللي هو نتيجه خروج الكلير كود او الدهان ده من المسدس. يبدا الشكل ده بقى يختلف من موديل لموديل، انت بتشوف الموديل ايه وتبدا اللي انت تعمل زيه. لكن هل ينفع نخف الورنيشه بتنر ونسيح في الرفرف مثلا؟ لا، هتلاقي الرفرف سايح جدا غير بقيه العربيه، فيكون شكله مش يعني مش زي العربيه. مش يقول لك ده مرقون مش انا مرشوش. اي نعم ماشي، انت تعرف ان هو مرشوش، ولكن تعمل نفس الشكل يعني. انت مش بتعمله وهو يعني، وانت بترش هو بيتعمل معاك. انت ما تقعدش تلعب في الورنيشه، ما تقعدش تدي عدد طبقات كتير عشان تسيح وي وي وهكذا، لكن الامور ان شاء الله تبقى تمام. ديا يعني تتشال برضك كده قوامك كده بعد الرش ممكن، لكن هنا عادي لو سبناها عادي. ليه؟ في فراغ هنا ما بين الاكسدام والرفرف فعادي، انما لو لازقين في بعض جامد في الحاله دي لازم تشد اللي انت ايه تتخلص من اللزقه ديت يعني، واخد بالك؟ لكن عادي هنا مفيش مشاكل يعني الحمد لله. عشان نشيلها كده شغال يعني، عشان بس ايه نوضح الرؤيه. طبعا لسه في تلميع بقى يتم. و تسلم ايديكم وحوش بالصلاه على النبي. عاش يا رجاله. بص كده ياخد قطنة ايه، قطنة التلميع كده هو يتلمع، يبقى ان شاء الله زي الفل. ايه اللي هو الحرف ده؟ الحرف ده اللي يتلمع، ما تلمعش هنا. هنا في رزازية دست على قد، ونفس الكلام هنا اهو في دست على قد ونقع على قد وخلاص. لانك لو صنفرت ولمعت الرفرة ده يبقى سايح مراية وبقيت العربية ايه ليها الشكل. هنا برضه تسلم ايديكم. بس بفضل الله تم كده الموضوع. اللي عنده اي اضافة يا ريت يسيبها في التعليقات. متنسناش في دعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الحمد لله بعد ما نشفت الجفاف تمام. تسلم ايديكم. ادي اهوت. بص كده، بص ده السمغ، ده السمغ. بص الحمد لله ولا في حرف ولا أي حاجة. هنا برضك الحمد لله.
زي الفل. وهنا اهي ديت بص الحمد لله 100 100 اهي بص ولا اي حاجه، ليه شلناها وهي حنينه؟ الحمد لله تلاقي الامور تمام. تسلم ايديك يا عوش. هنا اهو بص الحركه هنا برضه دوت كده بص الحمد لله ولا في اي يمكن مش محتاج حتى يتلمع كمان. بص الصمغ يتشال كده تلاقي الامور الحمد لله تمام. هنا بولش كده تلاقي الامور 100 100 الحمد لله اهو. تسلم ايديكم. وهنا الحرف اهو الحمد لله. بص تسلم ايديكم. ولا تلميعة ولا أي حاجة، قطن البولش كده بس، عايز تديها هرشة يعني مش ضروري. تسلم إيديكم يا رجالة، عاش يا حوش.